شكرا باشمهندس. أعطي الكلمة للواء محمود عاشور رئيس جهاز المباحث الجنائية ليضعكم في صورة الإجراءات المتخذة من قبل فريق المتخصص من الجهاز. تفضل. السلام عليكم. بسم الله. أولا نكرر تعازينا للشعب الليبي بالكامل في هذا المصاب الجلل، وإن شاء الله يتقبل جميع شهدائنا بالرحمة والمغفرة. أولا نقدم بنبذة مختصرة على ما قام به وزارة الداخلية اليوم من أعمال، حيث وصل عدد من القوارب المطاطية اللي كان فيها مشكلية في عملية انقاذ أو استخراج الجثامين من البحر، وهذه كانت مشكلة عائق في استكمال مجهودات استخراج الجثامين اللي موجودة في على البحر. ثاني شيء، تم دعم مديريات الأمن بتعليمات مباشرة من السيد وزير الداخلية المكلف بمبلغ 1,000,000 دينار لكل مديرية من المديريات التي تعرضت لهذه الفاجعة مناطقها، وكذلك دعمنا بعدد 5 كلاب أثر من جهاز التمركزات الأمنية مشكورين مباشرة العمل معنا، ووجود عدد من 8 من قيادات وزارة الداخلية بناء على تعليمات وزير الداخلية في الموقع الآن ويشرفوا على الأعمال التي تقوم بها وزارة الداخلية. وكذلك دعمنا وزارة الداخلية دعمت مديريات الأمن المتضررة ب30 سيارة دفع رباعي لتمكن من نقل الفرق في الطرق الوعرة والمسالك التي فتحت لوصول الإغاثة ووصول فرق الإنقاذ، مع العلم أن جميع الطرق المعبدة دمرت خلال العاصفة. كذلك باشر من صباح اليوم الباكر جهاز البحث الجنية وفق فرق البحث والإنقاذ وانتشال الجثث بعملة في مدينة درنة وفق مع جهاز الطب الطواري، وباشرون العمل من الصباح الباكر لتنفيذ الأعمال الخاصة بالانتشال والبحث عن ناجين ومفقودين. وما زالت الأعمال حتى الآن بعد حلول ظلام ما زالوا موجودين في المواقع، وإن شاء الله النتائج تكون مبشرة، وإن شاء الله حتى المعلومات الأولية أن فيها حتى أحياء تم إنقاذهم. العمل الثاني العمل الفني المتعلق بحصر الجثامين واخذ البيانات كل الجثامين تحت اشراف مباشر من السيد النائب العام الذي كلف مجموعه من وكلاء النيابه، وكذلك عدد 10 أطباء شرعيين لانتقال ووصلوا لمكان الموقع مع اعضاء مسرح الجريمه والتصوير الجنائي والبصمه وخبراء الدي ان اي لتحريز واخذ العينات من كل الجثامين وفتح ملفات لكل جثة وكل ملف على حدة لتمكن أسرة وأهالي من تعرف عليهم. هذا باختصار إجمالي الأعمال التي قامت بها وزارة الداخلية وجهاز البحث الجنائية في المنطقة، وإن شاء الله مستمرين في العمل، وإن شاء الله يصبر أهل وذوي الشهداء إن شاء الله. شكرا.